السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم أينما كنتم مشاهدين الكرام وبرنامج وقفات. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا وضيفكم الشيخ محمد حسن الشمري الإمام الخطيب ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم شيخ محمد وحياك الله وسهلا مباركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو دخيل وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك بالإيمان وطاعة الرحمن. شيخ محمد، عنوان وقفتنا القادمة مع سورة الأعلى. سبحان الله دائما وأبدا نقول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الأعلى، هذه السورة العظيمة لو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يحرص على قراءتها، هي وسورة الغاشية، في الجمع وفي الأعياد، إن دل يدل على عظم هذه السورة، وثمة فيها معاني ينبغي أن نتدبرها. الله جل وعلا يأمر في بداية السورة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: سبح اسم ربك الأعلى. ثبت عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنهما إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح يا محمد، التسبيح هنا بمعنى التنزيه، أي نزه ربك عن كل نقص وعن كل عيب وعن مشابهة المخلوقين. أيضا يدخل في التسبيح ذكر الله جل وعلا باللسان، والإنسان ينزه الله جل وعلا في قلبه وفي لسانه. سبح اسم ربك، لفظ الربوبية هنا ذكره بالرب، والرب إن ذكر تذكر دائما النعم والهدايات والمنن من الله جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى، من هو الأعلى؟ الله جل جلاله، من صفته العلو، فهو له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، خلق المخلوقات على أحسن الهيئات. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر المقادير وهدى المخلوقات لما يصلحها. يعني لو تأملنا بعض المخلوقات، البهم مثلا، البهائم، الفصيل أو الطفل أو ابنها الصغير حينما يولد، كيف يهديه الله جل وعلا إلى ثدي أمه يرضع؟ من الذي هداه؟ لو تأملنا هجرات بعض الحيوانات وهجرات بعض الطيور، تضع بيضها في المحيطات ثم تنتقل من مشرق الأرض إلى مغربها، من الذي هداها؟ يعني حتى بعض البرامج الوثائقية عن مثلا حياة النحل وحياة النمل، يعني حياة لو تأملناها. لذلك بعض علماء الأحياء بها إعجاز، بعض علماء الأحياء يسلم لما يرى عجائب هدايات الله جل وعلا لهذه المخلوقات. الذي قدر فهدى، لذلك موسى لما ذهب إلى فرعون، لما سألهما فرعون قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي قدر فهدى وهدى، والذي أخرج المرعى. الله جل وعلا هو الذي أخرج صنوف النباتات والزروع، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جعله غثاء يابسا بعد أن كان أخضر حيا، أحوى أسود محترق بعد أن كان أخضر حي. وهذا مثال على خلق الإنسان والدنيا، يبتدئها الله جل وعلا. دائما الله جل وعلا يضرب مثل بالساعة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. دائما يضرب مثل السماء والأرض، المطر والأرض، على إعادة المخلوقات. فنحن ننظر إلى الربيع كيف يكون منظر بهيج، منظر بهي، منظر جميل، ثم يكون حطاما ولا شيء، تأكله البهائم مثل ما يسمونها أهل الغنم حميس، يذهب. كذلك الدنيا، الله جل وعلا دائما يذكرنا أن مآلها إلى خراب ومآلها إلى زوال، وأنكم كما خلقتكم من العدم وأوجدتكم من العدم سأبعثكم بعد موتكم. لذلك الإعادة أهون على الله من البداءة من العدم، وهو أهون عليه، الإعادة أهون على الله جل وعلا. وهنا الله جل وعلا لما ذكر هذه النعم يذكر المشركين
ويقرر لهم قضية البعث بعد الموت وقضية النشور. لذلك الله جل وعلا يقول: فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نتكفل يا محمد بجمع القرآن في صدرك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجل مرات مع جبريل، كما قال في سورة القيامة: حتى لا ينسى المصطفى عليه الصلاة حتى ينسى عليه الصلاة والسلام. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن الله تكفل بجمع القرآن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال أهل العلم: أي الآيات التي نسخت تلاوتها إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. نقف عند هذه الآية ومن ثم نكمل بإذن الله مشاهدينا الكرام. فاصل ومن ثم. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، وبرنامج وقفات مع الشيخ محمد حسن الشامري الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله مجددا شيخ محمد. الله يحييك. ما زلنا في هذه الوقفة مع سورة الأعلى. وقفنا عند قول الله جل وعلا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. هنا فيه فائدة. بعض الناس يعني يظن أن كل لفظ في القرآن ينبغي أن يفهم كما يفهمه هو. يعني مثلا بعضهم يقول: مدينة الجهراء ذكرت في القرآن. تقول له: كيف؟ يقول: إنه يعلم الجهر وما يخفى. طبعا هو يقولها ملاطفة. نفس الواحد يقول: الذرة، علم الذرة، هذا الحديث مذكور في القرآن. وين؟ فمن يعمل مثقال ذرة. السيارة، وجاءت سيارة. طبعا هذا الكلام باطل ولا أساس له من الصحة، لأنه عندنا قاعدة قرآنية ينبغي أن نفهم الخطاب كما فهمه الأصحاب، الصحابة رضي الله عنهم. كيف فهموا القرآن؟ نفهمه كما فهمه. السيارة القافلة، الذرة عندهم صغار النمل، الجهر اللي هو ضد الهمس والخفاء. قال الله جل وعلا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. طيب إذا الله جل وعلا يعلم الخافي ويعلم السر، لما يذكر الجهر؟ قال أهل العلم: حتى يعلم العبد أن الجهر والخفاء والسر عند الله سواء، كلها عند الله سواء. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. أي الله جل وعلا هو الذي يوفقنا لعبادته، هو الذي يوفقنا لطاعته، هو الذي يوفقنا للهداية. فالقضية ما هي شطارة، هي توفيق من الله جل وعلا. فالإنسان حينما يستيقظ لصلاة الفجر لا يأخذها العجب ويمشي بالشارع الناس كلهم نائمون ويرفع أنفه كأنه استيقظ من تلقاء نفسه. ينبغي أن ينزل رأسه ويحس بنعمة الله جل وعلا. ولما يرى غيره مثل ما يصلي، غيره ما ينفق، غيره يقترف الكبائر، يسكر، يرابي، يحمد الله على النعم. هذه النعم الله هو الذي هداك لها، هذه هي اليسرى، تيسير الله جل وعلا. الله جعلني أحمل رجلي وأذهب إلى المسجد، جعلني أمد يدي وأحمل المصحف، توفيق الله جل وعلا، ما هي شطارة مني. كم حرم الله جل وعلا من أناس بيوتهم لصيقة للمسجد ولا يدخلون المسجد، إنما هي قضية توفيق. فالإنسان يحمد الله جل وعلا. لذلك الشيطان ما يترك الإنسان. العجب من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. ما المقصود بالعجب؟ أن الإنسان يفتخر بأعماله، يستطيل على الناس كأنه يعني دخل الجنة بماله، مختالا فخورا مثلا. بالضبط، يعني يرفع أنفه وما يعرف المنعم عليه الله جل وعلا. لذلك يقول ابن عمر وعلي رضي الله عنه، ثبت عنهما أنهما كانا يقولان: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين أحب إلي من الدنيا مما طلعت عليه الشمس. قالوا: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني شوف الصحابة المبشرون بالجنة، يعني إلى قبيل وفاتهم وهم خائفون. لما؟ لو نسأل أنفسنا، يعني عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أعدني رسول الله من المنافقين؟
وهو مبشر بالجنة. عثمان بشر بالجنة وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويختم القرآن في ركعة ويعتق كل جمعة ويعبد الله جل وعلا، وعنده من الأشغال والأعباء يعني يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله، وهو خليفة المسلمين ما حد مشغول كثر عثمان. مع ذلك كان يقرأ كل يوم من المصحف، قلوبهم حية، قلوبهم يعني معلقة بالله جل وعلا، يعملون 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 ويخافون. نحن لا نعمل لا نعمل لا نعمل وآمنون، يعني نسأل الله لا يفتننا. آمين. لذلك الله جل وعلا يقول ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. هنا اختلف أهل العلم، بعض أهل العلم يقول لا تذكر عند من لا يقبل الموعظة، ما راح يقدم ولا يؤخر كلامك، بعض أهل العلم. وبعضهم قالوا لا، فذكر إن نفعت الذكرى، الذكرى نافعة بكل حال، أقمت الحجة عليه وأنت أسقطت يعني الوجوب، ما أنت مكلف به بالضبط، أنا واجبي أبلغ، الهداية بيد الله جل وعلا. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. لذلك المطر والغيث حينما يعني ينزل على بعض الأراضي، بعض الأراضي تربع وبعض الأراضي قاحلة ممحلة لا تنبت، كذلك القلوب بعضها ينزل عليها الهداية وبعضها يحرم الهداية. آية تكون سبب في زيادة إيمان عبد، وآية يزداد الكافر والمنافق رجسا إلى رجسه، وهذا من إعجاز القرآن. نفس الآيات، المؤمن يزداد إيمان، كيف هي وقعها في قلبه؟ يزداد إيمان بآية، نفس الآية يقرأه الكافر ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا من إعجاز القرآن. المؤمن يزداد به إيمان والكافر يزداد به خسة ورجسا إلى رجسه. سيذكر من يخشى، ذكر الله الخشية، الله يحب أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الله جل وعلا لذلك يقول التابعون أبو بكر رضي الله عنه ما سبق الناس بكثير صلاة وصيام، إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. فالله يحب الخشية وأهل الخشية. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ربما يعني لم يدركنا الوقت، إلى نهاية الآيات هذه وصية إلى المشاهدين أن يعني يعتنون بهذه الآيات المكية التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبها من منهج يعني مدارس أبنائنا الابتدائي، ينبغي أن نحفظها ونتدبرها ونعرف معانيها. الحمد لله دائما وأبدا. ولو ختمنا بما بدأت به هذه السورة، سبحانه سبح اسم ربك الأعلى في السجود ونحن في الأرض وجيباهنا في الأرض، نقول سبحان ربي الأعلى، بها من العظمة الكثير. شكرا جزيلا شيخ محمد، في ميزان حسناتك بإذن الله. جزاك الله خير. شكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم، دمتم في حفظ الله ورعايته، فمان الله.